في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنا بالأمس نتحدث عن القاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا تحت هذه القاعدة عدة مسائل. الأولى ما يتعلق بمعنى القاعدة، ثم ذكرنا أيضا ما يتعلق بأدلة القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا أدلة من القرآن ومن السنة. هذا كله مضى بالأمس. وقفنا عند النقطة الثالثة والمسألة الثالثة في هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي ما يتعلق بتطبيقات القاعدة. وهذه التطبيقات فقط للتنبيه، وهذا التنبيه أرجو أن يكون يعني نصب عين كل طالب علم يقرأ أو يطلب العلم أو يقرأ في مثل هذه القواعد الفقهية، وهو أن هذه القواعد قد يظهر للعيان في بادئ الأمر أنها سهلة ويسيرة، وأن باستطاعة كل طالب علم ولو في بداية طلبه للعلم أن يقرأ في مثل هذه القواعد ويحفظها ثم يبدأ في تطبيقها، وسواء على نفسه أو إفتاء الناس بها، وهذا مزلق خطير ينبغي الحذر منه، بل يجب على طالب العلم أن يتورع أشد الورع من أن تستهويه نفسه وهو يقرأ في مثل هذه القواعد، أن يبادر إلى تطبيقها وإنزالها على وقائع الناس أو الوقائع التي تخص نفسه، ثم يفاجأ وإذا به لم يطبق القاعدة وفق الضوابط الشرعية، لأن ما سنذكره أو ما ذكرته سابقا من تطبيقات لهذه القواعد، هذه التطبيقات ليست على إطلاقها، ولها شروط وضوابط وصور وحالات تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن، وهناك ضوابط كثيرة لم أذكرها لضيق الوقت. فطالب العلم لا يجوز له شرعا أن يقرأ طرفا من العلم ويرى أنه الأمر سهل، اليقين لا يزول بالشك، وجد مسألة وأراد أن يطبقها وبدأ يفتي الناس بهذه التطبيقات، فهذا مزلق خطير، وقد يقع الإنسان في الكذب على الله. والله عز وجل قال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، منع منهم الفلاح، وذكر ذلك في موضعين من كتابه سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر، لأن طالب العلم ينبغي أن يستكمل أدوات العلم ويصبح في منزلة من منازل العلم يشهد له بها شيوخه بأنه أهل للفتياء. أما أن يأخذ طرفا من العلم ثم يبدأ في تطبيقاته والفتية به، فهذا مزلق خطير يجب الحذر منه. وهذا مثاله مثل الطالب الذي يدرس في كلية الطب مثلا، فما إن يأخذ في السنة الأولى أو السنة الثانية أو الثالثة بعض التطبيقات أو بعض المعلومات الطبية، هل يحق له شرعا أو عقلا أو نظاما أو قانونا من قوانين الدنيا كلها، هل يحق له أن يفتح عيادة أو حتى بدون فتح عيادة يبدأ في علاج الناس ويكتب لهم الأدوية والوصفات الطبية؟ هذا لا يقول به عاقل، فضلا يقول به من عنده الكتاب والسنة وينظر في الكتاب والسنة.
فكذلك العالم الشرعي أو من يدرس العلوم الشرعية، من يأخذ طرفا من العلم الشرعي وهو لم يستكمل أدوات العلم وقواعده وأصوله فيبدأ في تطبيقاته، هذا غلط كبير، وقد يقع فيه بعض الناس إما غفلة وإما شهوة. إما غفلة جهلا منه، يظن أنه خلاص مدام أنه عرف هذه القاعدة تطبيقاتها سهلة، ومرت عليه مسألة سهلة أن تنظر إليها بأنها سهلة، لكن في حال التطبيقات تختلف من شخص إلى شخص، فالحالة الواحدة قد تقع من هذا فيفتي له العالم بفتوى، وتقع من الآخر فيفتي له العالم بفتوى أخرى تختلف عن هذا. فلو جاءنا الآن شخصين أو شخصان وقال أحدهما أنا صليت من غير وضوء، وقال الآخر أنا صليت من غير وضوء، فالعالم سيسأله بعض الأسئلة، فقال هذا الرجل أنا ما كنت أعلم أن الوضوء شرط من شروط الطهارة وصليت بهذا الفرض أو صليت منذ أن أسلمت عدد كثير من الفرائض، فالفتية لمثل هذا أنه لا إعادة عليك. طيب ولا الصلاة التي صليتها إن كان الوقت لا يزال باقيا فاذهب وتوضأ وصلها، وإن كان فات الوقت فلا تصليها وعليك أن تتوضأ في الأيام القادمة. والشخص الآخر قال أنا صليت من غير وضوء، طيب لماذا لم تتوضأ؟ والله نسيت الوضوء وصليت 5 صلوات وظننت أني متوضأ وأنا على غير وضوء. فسيقول له المفتي أعد الصلوات 5 هذه. طيب لماذا لم تقل لهذا أعد وهذا قلت له أعد وكلاهما صلى من غير وضوء؟ هذه مسألة ما ينتبه لها ولا يفقهها إلا من استكمل أدوات العلم، وهم الفقهاء والعلماء أو من لهم يعني باع، لا يعني باع يعني جيد في العلم، أخذوا حظا وافرا من العلم. أما من أخذ مسائل من العلم فيأتي بعض العامة مثلا أو بعض أنصاف المتعلمين فيسمع المفتي أفتى هذا صلى من غير وضوء، فقال له لا شيء عليك ولا تعيد، ويعني انتبه في الأيام القادمة فصلي بوضوء، فينقل الفتوى يقول ما يخالف اللي صلى من غير وضوء ما عليه، أهم شيء يصلي في الأيام القادمة بوضوء. لا، يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، فهذا عذر بجهله وهذا لم يعذر بالنسيان، لأن النسيان يختلف عن الجهل. فالمقصود من ذلك كله أن مسائل الفقه وقواعده وضوابطه وأصوله تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، من واقعة إلى واقعة، فلا يستعجل الإنسان وهو يقرأ في مثل هذه القواعد فيبدأ في تطبيقاتها وهو لم يستكمل أدوات العلم. هذه المسألة يعني أحببت منذ فترة، منذ أن بدأت الدورة، وأنا أريد أن أنبه إليها لأنها مسألة مهمة. نرجع إلى موضوعنا، وقفنا عند تطبيقات القاعدة. تطبيقات القاعدة كثيرة جدا، كما تقدم أن السيوطي رحمه الله قال إن المسائل المخرجة على هذه القاعدة تبلغ قرابة 3/4 الفقه أو أكثر، يعني 3/4 الفقه يقوم أو كثير من تطبيقاته تمر بهذه القاعدة وفروعها، فلذلك هي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه. من هذه المسائل مثلا التي يذكرها الفقهاء وتندرج تحت هذه القاعدة مسألة انفصال الماء المستعمل عن أجساد الناس، يعني إنسان توضأ والماء نزل من جسده سواء في وضوء أو في غسل، أو الماء كان على أرض يعني المغتسل ليس أرض الحمامات التي هي قضاء الحاجة التي يكون فيها النجاسة، وإنما ما كان المغتسل، فهذه مسألة التي تسمى عند الفقهاء مسألة الماء المستعمل، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن من قال بأن هذا الماء الأصل فيه الطهارة بناه على هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فالماء طهارته متيقنة، الماء المتوضأ به الذي نزل من جسد المتوضأ أو من جسد المغتسل الأصل فيه ما هو؟ طهارته متيقنة، لأنه جاء من الحنفية ولا من النهر ولا من، فطهارته متيقنة، ونجاسته إيش؟ مشكوك فيها، هل هذا الماء تغير بنجاسة أم لا؟ فإذا ما العمل هنا؟ كيف نطبق القاعدة؟ نقول اليقين لا يزول بالشك، فلذلك ذهب جمع من الفقهاء
بأن هذا الماء المستعمل ما دام أن طهارته متيقنة ونجاسته مشكوك فيها، فإذا نبقى على اليقين وهو أنه طاهر. فرجحوا في هذه المسألة بأنه طاهر حتى يتيقن الإنسان نجاسة هذا الماء. أيضا من التطبيقات النوم إذا كان غير مستغرق. النوم في ذاته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء، قال النوم في ذاته ليس ناقضا، وإنما هو مظنة لحصول النقض من خروج الريح ونحو ذلك، وإلا هو في ذاته ليس ناقضا. ولذلك الصحابة ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم ناموا في المسجد أو خفقت رؤوسهم في المسجد، إذن حصل النوم. فلو قلنا إن النوم في ذاته ناقض كخروج الريح وكخروج البول، لكان لو نام ثانية واحدة انتقض وضوءه، ولكن النوم إنما جعل ناقضا لأنه مظنة خروج ما ينقض الطهارة، لأن الإنسان إذا نام استطلقت أعضاؤه، ما استطاع يتحكم في جسده، فقد يخرج منه الريح وهو نائم، فهو مظنة. فلذلك علقوا النوم أو علقوا نقض الطهارة في النوم بالنوم المستغرق، يعني الذي الإنسان غرق في النوم لا يستطيع أن يشعر بمن حوله، فهذا يغلب على الظن أنه إيش قد تقع منه، يعني يخرج منه ما ينقض الطهارة. فلذلك قالوا النوم غير المستغرق هذا مشكوك فيه، النوم الغير المستغرق هذا مشكوك فيه، والنوم المستغرق هذا فيه غلبة ظن. فإذا قالوا إذا نام الإنسان هل تنتقض طهارته أو لا تنتقض؟ ننظر، إن كان نومه مستغرقا سواء كان نام جالسا أو مستلقيا أو غير ذلك، نام نوما مستغرقا بمعنى لا يشعر بما حوله، ليست أي حركة توقظه، فهذا نوم مستغرق، فهذا يغلب على الظن أنه قد يخرج منه حدث، فهنا نقول ناقض للطهارة. وأما إذا نام نوما غير مستغرق فهنا نأتي ونطبق القاعدة فنقول اليقين أنه على طهارة، والشك أن نومه هذا مشكوك فيه، هل الشك هل انتقضت طهارته ولم تنتقض، فنبني على إيش؟ على اليقين، فنقول اليقين وهو الطهارة لا يزول بالشك وهو النوم غير المستغرق. لكن لما يأتينا نوم مستغرق فهذا ليس يقيني وإنما فيه غلبة الظن، نحن قلنا اليقين وغلبة الظن يعني يعمل بهما في مقابل الشك والوهم، في مقابل الشك والوهم. أيضا من المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة أو فروع هذه القاعدة السجاد والأرض ونحو ذلك. الإنسان يريد أن يصلي على فرشة أو سجاد أو أرض، بلاط ولا تراب ولا غيرها، فبعض الناس عندهم دائما شك، يقول أخشى أن هالفرشة هذه مر عليها الصبيان أو تبول عليها الصبيان أو حصلت عليها نجاسة، أو هذه الأرض أخشى أن يكون مر عليها كلبا فبال عليها أو نحو ذلك، فيحصل عنده شك. فهنا نأتي ونطبق القاعدة، فهذه القاعدة هذه التطبيقات اليسيرة هي التي ممكن أن يعملها عامة الناس وتعلم لعامة الناس، لكن ليست للفتية. فنقول للناس دائما وبالذات اللي يكثر منهم الوساوس، نقول هذه الفرشة أو هذه الأرض أو هذا التراب اليقين ما هو فيه؟ اليقين أنه طاهر، هذا الأصل فيه، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا اليقين، الأصل أنه طاهر فهو يقين طهارة. وهنا حصل شك، هل حصلت عليه نجاسة أو وقعت عليه نجاسة ولا ما وقعت؟ فهنا نغلب جانب إيش أو نعمل باليقين، فنقول اليقين لا يزول بالشك، عندك يقين أنه وقعت فيه نجاسة هنا نجتنبه، ما عندك يقين فنبقى على اليقين وهو الطهارة، فنصلي على هذه الأرض أو على هذه السجادة ما دمنا لا نعلم يقينا أن هناك نجاسة. أيضا من المسائل إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، وهذه مسألة مرت معنا أكثر من مرة، يعني إنسان كما قلنا متوضئ لصلاة العصر ثم لما جاءت صلاة المغرب شك هل أحدث أو لم يحدث، وهذه كثيرا تقع، فنقول اعمل باليقين. فاليقين ما هو عندك؟ قال اليقين أني متوضئ. طيب والشك ما هو؟ الشك إذن أني محدث، إذن اعمل باليقين وهو الطهارة. أو العكس،
كما قلنا أحدث، ثم لما جاءت الصلاة شك هل توضأ بعد الحدث أو لم يتوضأ، نقول ما هو اليقين عندك؟ قال اليقين أني محدث. طيب ما هو الشك عندك؟ الشك عندي أني تطهرت أو لم يتطهر، توضأت أو لم يتوضأ. إذن نقول اليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين آخر، فأنت ما عندك يقين آخر، إذن تعمل باليقين الأول وهو أنك محدث، أنك محدث. أيضا من المسائل إذا ثبت الإيمان، لاحظوا ترى القاعدة هذه اليقين لا يزول بالشك قاعدة عظيمة تدخل في باب العقائد وباب الأعمال وباب العبادات، أبواب كثيرة من الدين. إذا ثبت الإيمان لشخص، ثبت أنه مؤمن مسلم، فلا ينتقل عنه بشك، لا ينتقل عنه إلا بيقين فيما لو صدر منه عمل مكفر. وهذه مسألة خطيرة دائما تقع من أنصاف المتعلمين ومن العامة ممن ليس عنده علم، فبعض الناس مثلا قد يقع منه مكفر، إما استهزاء بالدين نسأل الله السلامة، أو ترك للصلاة، أو يعني أي فعل من الأفعال التي قال العلماء أو جاء النص بأنها مكفرة، فهنا يسارع بعض الناس مباشرة إلى إطلاق الكفر على الإنسان، هذا غلط كبير وخطأ كبير، ولا يجرؤ عليه إلا قليل الديانة والورع وقليل العلم، لا يجرؤ عليه إنسان عنده من العلم والديانة ما يردعه عن إيقاع الكفر على مسلم من غير حجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كثرة ما تكلم في المكفرات وعلى ما كثرة ما تكلم في أهل البدع ويعني غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة، على كثرة ما تكلم في هؤلاء لا يوجد في كتبه رحمه الله من أطلق عليه وصف الكفر مباشرة إلا قلة، قلة جدا الذين وصفهم بالكفر، كل كلامه رحمه الله كان حول الأوصاف، من فعل كذا فقد كفر، وهذا الفعل كافر، وهذا لكن لا يقول فلان كافر، هذا لم يطلقه على أعيان أشخاص إلا قلة يعدون بأصابع اليدين أو أقل، وهذا ذكره كثير من أهل العلم. لاحظ على كثرة وعلى إمامة هذا الرجل، بينما بعض طلاب العلم أو أنصاف المتعلمين تجده يعني أحياناً يكفر في الشهر 13 في الشهر، وفي السنة عاد يحتاج إلى يعني قاموس حتى نحصر الذين كفرهم من الناس، وهذا يعني خلل كبير، خلل كبير، وهذا كله يدل على نقص الديانة ونقص العلم. لو كان عند الإنسان ديانة ورع لردعه ذلك حتى لو ما كان عنده علم، ولو كان عنده علم ولا عنده ديانة أيضا سيردعه ذلك، أحيانا يكون عنده علم يعرف أن هذا ليس كفرا مباشرة. فإذا ليس كل ما، فإذا ثبت الإيمان لشخص هذا يقين، لا تنتقل عن هذا اليقين لمجرد الشك. نعم قد ترك الصلاة، لكن ترك الصلاة مختلف فيه، هذا أولا، وثانيا ما أدراك، يمكن أنه يصلي في بيته، يمكن يفعل الصلاة في أماكن أخرى، إذن الأمر مشكوك فيه، ليس لمجرد أنه ترك الصلاة مباشرة توقع عليه وصف الكفر، أو استهزأ بشيء من الدين مباشرة يا كافر هذا كفر. نعم قل له هذا كفر، لكن لا تقول له يا كافر، فالاستهزاء بالدين كفر بإجماع العلماء، لكن ليس كل من استهزأ مباشرة يكفر، لابد هناك موانع وهناك شروط وهناك ضوابط لإيقاع الكفر عليه. فإذا اليقين أنه مؤمن أو مسلم واستهزاؤه هذا محل شك الآن، هل يعلم بأن هذا من الدين؟ هل أوقع الاستهزاء وهو يعلم بأن هذا استهزاء؟ بعض الناس ما يدري أن هذا استهزاء، يظن أن هذا كلام عادي، وغير ذلك من الموانع والضوابط والشروط. فإذا محل شك الآن تكفيره، فأصبح عندنا إسلامه يقين وكفره مشكوك فيه، فاليقين وهو إسلامه لا يزول بالشك، لا بد أن يوجد يقين آخر وهو يقين كفره حتى نوقع عليه الكفر. نعم أيضا من المسائل إذا علم شخص، وهذا في المعاملات، أن زيدا أقرض بكرا، أن زيدا
أقرض مالا لبكر، أقرضه مثلا ألفا وشك في سداده، هل سدد ولا ما سدد بكر؟ فزيد هذا أو هذا الرجل الذي شهد هذه الواقعة يجوز له أن يشهد بالإقراض ولا يجوز له أن يشهد بالسداد، لأن عندنا الآن يقين وشك. اليقين ما هو؟ أن زيد أقرض بكر 1000 ريال، هذا يقين، أنا رأيته وحضرت هذه الواقعة أن زيد أقرض بكر 1000 ريال، ثم حصل شك مني هل بكر سدد القرض لزيد أم لا، محل شك عندي. فلو جاء الآن زيد وطلب مني الشهادة وجاء بكر وطلب مني الشهادة، فزيد سيطلب مني أن أشهد بأنه أقرض بكرا 1000 ريال، هل يجوز لي أن أشهد؟ نعم، عندي يقين أنه أقرض، لكن هل يجوز أن أشهد لبكر أنه سدد؟ لا، عندي شك، فاليقين لا يزول بالشك، فعندي يقين وهو الإقراض وعندي شك وهو السداد، فاليقين لا يزول بمجرد الشك، واضح؟ وكذلك لو إنسان مثلا عند القاضي قال نعم بكر قال أنا أعترف بأني أخذت من زيد 1000 ريال، لكني وأقرضته، طيب عندك بينة على الإقراض؟ لا، ما عندي بينة، إذن هذا الكلام مشكوك فيه. فالقاضي عنده أصبح عنده يقين وشك، يقين ما هو؟ بأن زيد أقرض بكرا، والدليل عليه أن بكر اعترف بذلك، والاعتراف سيد الأدلة، أقر بالإقراض، لكن أصبح عندنا شك هل سدد ولا ما سدد، بكر ما عنده بينة يقين، فأصبح شك، فإذن القاضي سيقضي على من؟ على بكر بالسداد، لأن هذا هو اليقين، فسيعمل القاضي بهذه البينة، بهذه القاعدة، وهي اليقين لا يزول بالشك، فعندنا يقين وهو الإقراض، وعندنا شك وهو السداد. طيب، إذا غاب إنسان وانقطعت أخباره فلا يحكم بموته إلا بيقين أو غلبة ظن، ولا عبرة بالشك، لأن اليقين هو أنه حي، يعني إنسان الآن غاب عن أهله، له زوجة وله أموال، فهل نحكم بموته ونقول لزوجته تزوجي ولماله يقسم بين الورثة أم لا؟ غاب سنوات، فعندنا الآن أصبح إيش؟ يقين وهو أنه حي، لأنه خرج من عندنا وهو حي، هذا يقين، وعندنا شك وهو أنه توفي، فهذا الشك لا يزيل هذا اليقين، لا يمكن إزالة هذا اليقين بمجرد الشك، فلا بد يوجد يقين آخر أو غلبة ظن، يقين بأنه مات، بأن يأتي من يشهد أو تأتي أخباره بأنه مات، أو غلبة ظن، مثل أن يكون ركب في سفينة فغرقت، نحن ليس عندنا يقين أن يكون أحد الغرقى، ممكن يكون نجا، لكن عندنا غلبة ظن أنه هلك، واضح؟ فإذن اليقين لا يزول بالشك. أيضا من الأمثلة أو من التطبيقات، من أكل في نهار رمضان آخر النهار شاكا في الغروب، الفقهاء قالوا يبطل صومه. ليش؟ بناء على هذه القاعدة. كيف نطبق هذه القاعدة؟ هذه مسألة تتكرر من الناس، كيف نطبق هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في هذه المسألة؟ وهذه سيأتي معنا، هذه المسألة ستتكرر في أكثر من قاعدة من تفريعات هذه القاعدة الكبرى. فإنسان الآن في نهار رمضان، اليقين ما هو؟ أنه نهار، أنه صائم، أنه صائم وأنه نهار، اليقين أنه نهار، يجب عليه الإمساك، ثم لما جاء آخر النهار شك هل غربت الشمس ولا ما غربت الشمس فأكل، فنقول صيامك إيش؟ باطل، صيامك باطل، لأنك غلبت الشك مع أن عندك يقين، كان الواجب ألا تعمل بهذا إلا بيقين أو بغلبة ظن، إلا بيقين أو غلبة ظن، فنقول صيامك باطل، لأن عندنا يقين وهو أنه لا يزال نهار، وعندنا شك أنه غربت الشمس، فاليقين لا يزول بالشك. وهنا مسألة يخطئ فيها أحيانا من يقرأ مثل القاعدة ويريد أن يطبقها، في فرق بين
أن يشك وبين أن يعمل ويخطئ. فالصحابة رضي الله عنهم غابت عنهم الشمس بسبب غيوم أو فأفطروا بغلبة الظن، ثم طلعت الشمس فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأن هذا خطأ وليس شك، اجتهدوا فأخطأوا، اجتهدوا وبنوا على غلبة ظن. ففي فرق بين أن يجتهد الإنسان ثم يتبين خطأه فهذا معذور وليس عليه إعادة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن حينما يكون عنده شك ما عنده اجتهاد، قام من النوم آخر النهار وقال أظن غلبت، يعني شك، مجرد شك، هو غرب غابت الشمس لكن أظنها غابت، لم يجتهد ولم يبحث ولم ينظر، فهذا شك فعليه الإعادة. وهذه المسألة التفريق بين هذه الصورة وهذه الصورة لا يفرق بينها إلا أهل العلم، فينتبه لهذا. طيب، التاسع من التطبيقات: إذا طاف 6 أشواط وشك في السابع، إنسان يطوف حول الكعبة طاف 6 أشواط وشك في السابع، فالآن اليقين ما هو؟ اليقين أنه طاف 6 والمشكوك فيه ما هو؟ 7. فإذن الشك لا يزيل اليقين، فالواجب عليك أن تفعل إيش؟ أن تأتي بالسابع يقينا. ومثله في الصلوات، لو صلى 3 وشك في الرابعة، الركعة الرابعة، فيبني على اليقين، لأن اليقين لا يزيله الشك. وكذلك في رمي الجمار، لو رمى 6 وشك في السابعة. طيب، أيضا من التطبيقات: إذا شك أنه دفع الزكاة أم لا، إنسان دخل عليه رمضان وفي العادة أنه يزكي في رمضان، ثم خرج رمضان ونسي وشك، هل أخرج الزكاة؟ زكاته 1000 ريال، هل أخرجها ولا ما أخرجها؟ حصل عنده شك، اليقين ما هو؟ ما هو اليقين يا أخوان؟ أنه لم يخرج، هذا الأصل، أنه لم يخرج الزكاة، فاليقين عنده أنه لم يخرج الزكاة، والشك هل زكى ولا ما زكى؟ إذن يعمل باليقين وهو أنه لم يخرج الزكاة فيخرجها، يجب عليه الإخراج، ولا يجوز له العمل بالشك، ما يقول والله أنا شكيت هل أخرجت أو ما أخرجت. لكن لو حصل عنده غلبة ظن أنه زكى، أو يقين أنه زكى، يقين مثل وجد الذي دفع له الزكاة فقال له هل أنا أعطيتك الزكاة؟ فقال نعم أعطيتني الزكاة، هذا يقين أنه زكى. وغلبة الظن مثل لو يعني كشف الحسابات ووجد أنه أخرج 1000 ريال في الوقت الفلاني اللي معتاد أنه يخرج الزكاة فيه، ويعني نحو هذه الأشياء التي تجعل عنده غلبة ظن أنه أخرج الزكاة، فهنا غلبة ظن فيرجح ويقول نعم أنا أخرجت الزكاة. أما إذا كان عنده شك ما يدري هل زكى ولا ما زكى، فالأصل أنه يعمل باليقين أنه لم يزكي ويجب عليه أن يخرج الزكاة. هذه تقريبا يعني بعض تطبيقات هذه القاعدة، وتطبيقاتها كما قلنا كثيرة، آلاف المسائل، لكن ذكرنا مجموعة من المسائل متنوعة في باب المعاملات والعبادات والعقائد لتتضح صورة هذه القاعدة. طيب، نأتي إلى مسألة متعلقة بهذه القاعدة، وهي القواعد المتفرعة عن القاعدة الأم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة من القواعد الكبرى 5، هذه أم ولها تفريعات، لها قواعد تتفرع عنها، تتفرع عنها. من هذه القواعد، القاعدة الأولى، نحن سنذكر يعني قاعدتين فقط لأن القواعد كثيرة، لكن سنذكر بعض القواعد. من هذه القواعد: الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما دليل هذه القاعدة؟ أدلة هذه القاعدة هي نفس أدلة القاعدة الأم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هي نفس القاعدة، لذلك لا حاجة لإعادة مثل هذه القاعدة، أي إعادة مثل هذه الأدلة، لأنها تكرار، وليس هناك فيما طلعت عليه أدلة تخصها، لأن هناك قواعد متفرعة يأتي لها أدلة خاصة بها زيادة على القواعد الأدلة التي يعني للأم. نأتي إلى معنى القاعدة، ما معنى الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ معنى القاعدة إجمالا: هذه القاعدة
هي ما يطلق عليه علماء الأصول باستصحاب الحال. استصحاب الحال يعني لك حال في زمن معين فتستصحب هذا الحال بحكمه إلى الزمن الآخر. ما معنى ذلك؟ أي أن ما ثبت وحصل في الزمن الماضي يحكم ببقائه وثبوته على ما كان في الزمن الحاضر، يحكم ببقائه على ما كان في الزمن الحاضر، سواء كان نفياً أو إثباتاً، سواء كان في الزمن الماضي مثبتاً فنستحضره في الزمن الحاضر مثبتاً، يبقى مثبتاً، وما كان منفياً يستمر منفياً حتى يأتي ما يغيره، حتى يأتي ما يغيره، يعني يبقى ثابتاً إن كان محكوماً له بالثبات أو منفياً إن كان محكوماً له بالنفي حتى يأتي ما يغيره شرعاً بيقين. فإذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. تطبيقات هذه القاعدة توضحها أكثر، وهي شبيهة بتطبيقات القاعدة الكبرى. مثلا من تطبيقاتها ما تقدم أيضا مسألة الطهارة، إنسان على طهارة ثم شك في الحدث، فنقول الأصل إيش؟ ثبوت الطهارة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره، فتستصحب حالة الطهارة التي كانت في الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر. كنت في الزمن الماضي زمن صلاة العصر متوضئاً وحضر الزمن الحاضر الآن وهو زمن المغرب وشككت فيه، فنقول الأصل بقاء ما كان وهو في زمن العصر على ما كان، يعني على ما كان عليه من الطهارة في الزمن الحاضر وهو المغرب، فلا نغير حتى يأتي دليل شرعي أو يقين أو غلب الظن تغير هذا الأمر. كذلك المرأة الحائض مثلا إذا شكت في الطهر، وهذا يقع كثيرا عند النساء، دائما تقول هل طهرت أو لم أطهر، أرى أشياء تخرج مني كذا لونها، نقول الأصل ما هو؟ أنك على غير طهارة في الحيض في زمن الحيض، فالأصل بقاء ما كان وهو في زمن الحيض على ما كان عليه، تستصحبين هذه الحال حتى يأتي ما يغير هذه الحال. هل أتى ما يغير هذه الحال؟ هل رأيت الطهر؟ لا ما رأيت الطهر، إذن تبقين على ما أنت عليه. كذلك من أكل آخر الليل في رمضان، من أكل آخر الليل في رمضان وهو شاك في طلوع الفجر فإن صومه صحيح حتى لو تبين له أنه أكل بعد الفجر. كيف هذا؟ يعني إنسان في رمضان في الليل، الأصل ما هو؟ أنه ليل، هذا هو الأصل، فقام في آخر الليل ويرى ظلام لأن أول الفجر ظلام أحيانا، فظن أنه لا يزال في الليل فأكل وشرب، ثم تبين له أن الناس يصلون الفجر أو أقام صلاة الفجر، فإذا تيقن الآن أنه أكل في إيش؟ بعد طلوع الفجر، فهل يحكم بأنه أفطر أو يحكم بأنه صائم وصيامه صحيح؟ بناء على هذه القاعدة نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل ما هو؟ أنه مفطر ولم يثبت ما يزيل هذا الفطر، والأصل بقاء الليل ولم يأتي ما يثبت خلاف ذلك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وهي نفس قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أني في الليل والشك أنه طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فلو أكلت في هذه الحالة فأنا أكلت على يقين وعلى الأصل وهو بقاء الليل، واضح؟ فلذلك المفتي سيفتيه بأنه لم يفطر وأن صيامه صحيح حتى لو كان أكل بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فيكون الأصل بقاء ما كان على ما كان ولم يأتي يقين يغير ذلك. طيب أيضا من تطبيقات القاعدة من أكل آخر النهار في رمضان وهو شاك في غروب الشمس كما مر معنا، فالأصل إيش؟ أنه نهار والشك أنه طلع النهار ودخل الليل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان وهو النهار. أيضا قرر ابن تيمية رحمه الله في تطبيقات هذه القاعدة أن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن يبني الأمر على الاستصحاب أو يبنى الأمر على الاستصحاب،
فإن قام دليل على النجاسة حكمنا بنجاسته، وإلا فيبقى الأمر على ما كان. وتحت هذه المسألة عدد من المسائل، يعني إنسان مر بأرض ويريد الصلاة عليها فالأصل أنها طاهرة ويستصحب حال الطهارة، وجاء إلى فرشة يريد أن يصلي عليها فيعلم أنها طاهرة لكن شك في نجاستها، فيقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إن التورع أو إطلاق الاستحباب في هذه الأمور لمجرد الشك هذا غير مشروع. ما يقول لا نتورع عن هذه الفرشة، لا، ليس هذا محل تورع. التورع لا يكون بالشك، التورع لا يكون بالشك في مثل هذا، لأن هذا يفتح له باب واسع لا ينقضي. فالأصل أنك تبني على اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذه الأصل فيها الطهارة فتعمل فيها بالطهارة. وتحت هذا عدد من المسائل في نجاسة البدن ونجاسة الثوب ونجاسة البقعة ونجاسة المياه إلى آخره. فمجرد الشك لا يوجب تغيير الحال، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك من شك في إخراج الزكاة وفي أداء الركن، ركن الصلاة، يعني بعض الناس يقول هل سجدت أو لم أسجد، الأصل أنك لم تسجد، فالأصل بقاء ما كان على ما كان أنه لم تسجد. لو ادعى المدين أنه سدد الدين وأنكر الدائن وليس للمدعي بينة، فالقول قول الدائن، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنك لم تسدد. هذه كلها. وكذلك لو شك في الطلاق هل طلق أو لم طلق، لم يطلق، الأصل أنك لم تطلق، هذا هو الأصل وهذا هو اليقين، فلا تعمل بخلافه إلا بيقين مثله. تطبيقاتها كثيرة جدا هذه، وهي شبيهة بقاعدة اليقين لا يزول بشكل، أنها فرع عنها، هي فرع عنها. القاعدة الثانية من القواعد المتفرعة عن القاعدة الأم، قاعدة الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، يعني ذمة المكلف. ما دليل هذه القاعدة؟ هذه القاعدة أيضا أدلتها هي أدلة القاعدة الأم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولكن يمكن أن يستدلها بأدلة خاصة، منها الحديث المتفق عليه، حديث قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد الدعوة، لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني لو يعطى الناس لمجرد الدعوة لأتى أناس ليس عندهم ديانة ولا ورع وادعوا دماء وأموال أشخاص آخرين بمجرد الدعوة، ما عنده مانع يدعي ويقول هذا الذي ضربني وهذا الذي قتل وهذا الذي جرح وهذا الذي سرق مالي وهذا الذي أخذ مالي. لو كانت المسألة بمجرد الدعوة، لو يعطى الناس بمجرد الدعوة أو بمجرد أن يحلف خلاص نعطيك، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه. إذا ما عندك أنت أيها المدعي بينة فليس لك إلا يمين المدعى عليه. هذا الحديث أخذ منه العلماء أن الأصل براءة الذمة، فالمدعى عليه الأصل براءة ذمته مما ادعيته أنت عليه. أنت ادعيت أنه ضربك أو جرحك أو أخذ مالك أو قتل ابنك، فالأصل ما هو؟ الأصل أنه متهم ولا الأصل أنه بريء؟ وهذه قاعدة حتى عند القانونيين، الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، هذا الأصل، وهذه قاعدة كبرى تثبت بالكتاب وبالسنة وبالعقل حتى. فالأصل في الناس كلهم كافرهم ومسلمهم الأصل أنه إيش؟ بريء الذمة، حتى يأتي ما يثبت ذلك، يثبت أن عليه شيء أو ذمته متعلقة بشيء، سواء متعلقة بتكاليف من الشارع كالإيمان والصلاة والصوم والحج أو بحقوق للآخرين. فالأصل أن الإنسان يولد وهو بريء الذمة من تكاليف الشارع وحقوق العباد، من حقوق الله ومن حقوق العباد، حتى يأتي ما يتعلق بهذه الذمة من حق لله أو حق للعباد. فهذا معنى أو هذه دليل القاعدة. معنى القاعدة إجمالا أن الأمر المتيقن أن الإنسان غير مكلف بشيء من الحقوق، هذا أمر يقيني، أن الإنسان يولد وهو غير مكلف بشيء من الحقوق، لا بحقوق الله ولا بحقوق العباد. فإن أي شيء تشغل به ذمته ويكلف به من الحقوق أو الواجبات لا يثبت إلا بيقين يزيل ما ثبت في الأصل وهو البراءة. فالإنسان حينما يولد
فهو غير مكلف بشيء، فإذا بلغ جاءه التكليف. هذا التكليف من أين أتانا؟ أتانا بشيء يقيني. فإذا الآن ذمته أصبحت متعلقة بحق لله، لأنه جاء يقين يكلفه. لو جاء إنسان واتهمك بشيء فالأصل براءتك حتى تثبت شيء، لا يتعلق بذمتك شيء من التكاليف حتى يثبت المتعلق هذا بيقين. تطبيقات هذه القاعدة أيضا تطبيقاتها كثيرة جدا. من هذه، لو ادعى إنسان على آخر بدين أو بجناية فإنه لا تقبل دعواه، حتى لو حلف ما تقبل دعواه حتى يأتي ببينة. فإذا لم يأتي ببينة، بشهود، بأي شيء يدل على أنه يطلب هذا أموال أو أن هذا جنى عليه بجناية، فالأصل براءة ذمة المدعى عليه. وهذه مبني على قاعدة اليقين، وهو براءة الذمة لا يزول بالشك لمجرد الدعوة، فالدعوة هذه شك، ما لم تثبت ببينة فهي شك. أيضا من تطبيقاتها، لو حصل شك في ثبوت الكفارة على من فعل محظورا من المحظورات، فإن الأصل ما هو؟ الأصل براءة الذمة. يعني إنسان الآن فعل محظور من محظورات الإحرام، أو فعل محظور من محظورات الصلاة، أو محظور من محظورات الصيام، وحصل شك في وقوع هذا المحظور، فالأصل ما هو؟ الأصل نقول براءة الذمة، ولا نبطل عبادته أو نوجب عليه كفارة لمجرد الشك في حصول هذا المحظور، لأن الأصل هو براءة ذمته، براءة ذمته من هذا المحظور، هذا هو الأصل، وبراءة ذمته من هذه الكفارة، هذا هو الأصل، حتى يتيقن وقوع المحظور، فيعني تكون ذمته مشغولة بهذا الأمر. الثالث من القواعد المتعلقة بهذه القواعد، بالقاعدة الكبرى، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها ما تقدم في القاعدة الأم، ومنها أدلة خاصة تتعلق بها، منها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان من الله عز وجل أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. لا يمكن أن يمتن الله عز وجل إلا بشيء إيش؟ مباح، ما يمكن يمتن بالمحرمات. فإذا كل ما في الأرض الأصل فيه أنه مباح، خلقه لنا، خلقه لكم، واللام هنا تدل على التمليك والإباحة. وقوله تعالى أيضا قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فإذا الأصل في الطيبات هذه الأصل فيها الإباحة. والآيات كثيرة في هذا المعنى، كثيرة في هذا المعنى. وردت أيضا أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن معناها وفي مجموعها يدل على هذا المعنى. منها حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا المسكوت عنه الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. والحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وحسنه النووي في الأربعين، لكن الحديث يعني على كل حال فيه كلام. جاء في المتفق عليه ما يدل على معنى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، ما معنى الحديث السابق، هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وهذا حديث متفق عليه. فإذا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي ما يحرمها. معنى القاعدة أن الأشياء المسكوت عنها شرعا ولم يثبت ضررها فإن الأصل إيش؟ الأصل إباحتها، سواء كانت في الأعيان، يعني في الأشياء العينية كالحيوانات والمطعومات والنباتات، أو في المعاملات من عقود وشروط، فالأصل في العقود والشروط الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل يحرمها. فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، إلا بيقين. فإذا الأصل في الأشياء الإباحة مندرجة تحت اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو أن الأصل في الأشياء الإباحة، والشك هل هي محرمة أو غير محرمة. فلا ننتقل عن الأصل وهو الإباحة إلا بيقين، إلا بيقين. تطبيقات هذه القاعدة أيضا كثيرة جدا، هذه قاعدة فرعية، نعم، الأصل في الأشياء الإباحة فرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. كيف؟ لا، ليست قاعدة كبرى، ليست قاعدة كبرى، لأنها متعلقة بما يتعلق بالإباحات أو بالمباحات.
لا، هو الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت هل هي ضارة أو غير ضارة. فإذا ثبت أنها ضارة فالله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإذن هذا دليل يقيني أخرج عن القاعدة مثلا. طيب، يعني مثلا لما نأتي إلى السم مثلا فنقول السم إيش؟ مباح. نأتي إلى الخمر فنقول الخمر مباحة. نأتي إلى الخنزير نقول الخنزير مباح. نأتي إلى الميتة نقول الميتة مباح. هذا الأصل فيها، الأصل في هذه الأشياء كلها مباحة، ثم جاءنا دليل شرعي نقلها من الإباحة إلى التحريم. وذاك الخمر كانت مباحة في الأصل، كان العرب في الجاهلية يشربون الخمر، وفي بداية الإسلام كانوا يشربون الخمر، والميتة كانت مباحة، كانوا يأكلون الميتة، واضح؟ فلما جاء النص نقلها من حال الإباحة في الأصل إلى حال التحريم، فنزلت الآيات بتحريم الميتة والخنزير والخمر إلى آخره والدم إلى آخره من المحرمات. ولا الأصل في هذه الأشياء لو لم يأتي نص بتحريم الخمر هل كانت محرمة؟ من أين عرفنا أنها محرمة إلا من النص؟ فالأصل فيها الإباحة، وهكذا الميتة، وهكذا سائر المحرمات. طيب، تطبيقات هذه القاعدة. الحيوان المشكل الذي أشكل على الناس، يعني أشكل هل نأكله أو لا نأكله، واضح؟ هل يؤكل أو لا يؤكل؟ مثل التمساح مثلا، التمساح مشكل عند الفقهاء ولذلك اختلف فيها الفقهاء، هل هو من ذوات أنياب؟ نعم هو من ذوات الأنياب. طيب لكنه بحري أو من حيوان البحر. طيب هل هو من حيوان البحر حقيقة ولا من حيوان البر أو برمائي؟ وقع في شك والعلماء اختلفوا، ولذلك مشايخنا بعضهم يجيزه وبعضهم يحرمه، فالمسألة دائرة بين هذا. فمن أجازه أخذ بهذه القاعدة، قال الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم، والتحريم مشكوك فيه، هل هو بر مائي، هل هو مائي، هل هو من ذوات الأنياب، يعني مشكوك فيه المسألة. فإذا غلب جانب القاعدة وقال الأصل في الأشياء الإباحة وأجازه، أجاز التمساح لم يرد فيه نص، والنص الوارد في ذوات الأنياب من البريات، لكن جاءنا نص في أن حيوان البحر مباح حتى لو كان من ذوات الأنياب مثل القرش مثلا، واضح؟ فيغلب جانب القاعدة. فالمسألة هذه أيضا، وكذا في النباتات، قد تأتي نباتات مشكلة، هل هي محرمة وليست محرمة، هل يجوز أكلها ولا يجوز أكلها مثلا. طيب، كثير من العقود أيضا من التطبيقات القاعدة، كثير من العقود والمعاملات فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. فإذا جاءنا عقد بين شخص وشخص، كتبوا عقد، ما حكم هذا العقد؟ نقول الأصل فيه الإباحة ما دام أنه خلى مما حرمه الله، خلى مثلا من الجهالة والغرر، خلى من الظلم ما في ظلم، خلى من الربا ما في ربا، خلى من الميسر. فإذا ما دام أنه خلى من المحرمات فالأصل فيه إيش؟ أنه يبقى على الإباحة. ولذلك مذهب الحنابلة في مسألة المعاملات من أوسع المذاهب، لأنهم يعملون في باب المعاملات والشروط في المعاملات يعملون بهذه القاعدة، وهو الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المطعومات الإباحة، الأصل في المشروبات الإباحة. كذلك من تطبيقات القاعدة المستجدات من أمور الزينة عند النساء والمخترعات الجديدة التي تفد إلينا ونحو ذلك، هذه إذا خلت من محظور شرعي منصوص عليه فالأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الإباحة. فلو جاء إنسان وقال هذا مخترع، ما حكم استعماله؟ والله يا أخي الأصل فيه الإباحة. هل فيه محظور شرعي؟ إذا فيه محظور شرعي يحرم لأجل هذا المحظور الشرعي، لكن ما فيه محظور شرعي، إذا الأصل فيه الإباحة. جاءت المرأة وقالت أنا أتزين بهذه الزينة، فما حكم هذه الزينة؟ إذا كانت هذه الزينة ليس فيها محظور شرعي فالأصل فيها الإباحة. فمثلا وصل الشعر بالشعر الأصل فيه إيش؟ الإباحة، لكن جاءنا نص حرمه، وإلا الأصل يبقى على الإباحة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فإذا يكون محرما، واضح؟ لو جاءت امرأة وقالت ما حكم مثلا يعني إزالة شعر الحاجبين أو شعر الوجه وهو النمص، نقول الأصل فيه الإباحة، هذا الأصل، تقول هو زينة، نقول الأصل في الزينة الإباحة،
لكن ما لم يأتي فيه نص يحرمه، هذا جاء في نص حرمه، لعن الله النامصة والمتنمصة مثلا، وهكذا. فإذا الأصل في الزينة، زينة النساء الأصل فيها الإباحة، بناء على هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يرد نص أو دليل أو تعليل شرعي أو علة شرعية تحرمه، مثل علة التشبه بالكفار، أو يكون نص منصوص عليه بذاته، أو يكون ضارا، فالضرر معتبر شرعا وفي نصوص تدل، يعني في بعض الزينة فيها ضرر لا يجوز استعمالها لهذا الضرر المتحقق، وهكذا. أيضا من تطبيقاتها في العادات والأعراف، هناك عادات عند كثير من الناس، عادات في زواجاتهم وفي يعني أعيادهم، وفي مثلا من العادات مثلا في الزواجات أن يكون مثلا والله الوليمة تكون عند أهل الزوجة ويقوم بها مثلا أهل الزوجة، ما حكم هذا؟ نقول الأصل في الأشياء الإباحة هذه عادة من العادة، ما دامنا لا تخالف شرعا، لا تخالف أمرا شرعيا، فالأصل فيها الإباحة. لو قال والله يا أخي حنا عندنا العادة أن الزوج يدخل على النساء ها ويضربون له بالدف ويراقص زوجته أمام النساء ويقبلها، نقول هذه عادة والأصل في العادات إيش؟ الإباحة، لكن ما لم يرد فيها نص شرعي أو يرد فيها تحريم هذا ما يجوز. ما يجوز الرجل يخالط النساء ويدخل على النساء، هذا محرم مثل هذا، وتكون المرأة النساء متكشفات أمامه بكامل زينتهن، هذا محرم باتفاق العلماء محرم. إذن هذا وإن كان عادة والأصل في العادات الإباحة، لكنه عادة خالفت نصا شرعيا أو خالفت أمرا أو وقع فيها محظور شرعي، فإذن خرجت عن الأصل إلى أصل آخر وهو التحريم، وهكذا. فإذا العادات، عادات في الأعياد، والله في الأعياد نحن عادة أننا كل واحد يأتي بطعام ونجتمع على هذا الطعام ونأكل، ما دام ما فيها شيء محرم إذن يجوز مثل ذلك، يجوز مثل ذلك. لكن لو قال والله عندنا عادة في الأعياد نأتي بفرقة موسيقية ويعني نجعل فيها يعني زمر وطبل، ونقول المعازف محرمة، إذن هذه العادة تبقى ترجع إلى أن تكون محرمة وإن كان في الأصل الإباحة، واضح؟ طيب، وهكذا يعني تطبيقات لهذه القاعدة كثيرة. تطبيق القواعد تحت هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك كثيرة، ولكن يعني لا نستطيع استعراضها كلها، نذكر منها على سبيل الإجمال، ومثلها قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم، قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة، يعني الأبضاع يعني الفروج، يعني الأصل في النساء الحرمة، ها إيه هذه الرابعة، لا سردها فقط سردا فقط للعلم بها. الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأبضاع يعني الفروج الحرمة، يعني أي امرأة في الدنيا غير محارمك ها أو جميع النساء، جميع النساء الأصل فيها أنها محرمة عليك، لا يجوز لك الاستمتاع بها، جميع النساء، أمك وأختك وجميع النساء وبنت الجيران وبنت الناس الأصل فيها الحرمة، حتى يأتي الدليل على إباحتها، إباحتها بعقد النكاح أو بملك اليمين، ولا الأصل في جميع النساء أنها محرمة عليك، لا يجوز لك أن تستمتع بها. قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة من درجة تحت هذه القاعدة، قاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. قاعدة لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم. القواعد كثيرة في هذه المندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى. طيب، ننتقل إلى القاعدة الثالثة، ننتقل إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى الخمس هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أولاً معنى هذه القاعدة، المشقة لغة هي الجهد والعناء والشدة والتعب، هذه كلها من معاني المشقة في اللغة، معاني المشقة في اللغة الشدة والتعب والجهد والعناء، والمقصود بها هنا هو وقوع الجهد والتعب عند أداء التكاليف الشرعية. المقصود بها في هذه القاعدة المشقة أي وجود أو وقوع الجهد والتعب والشدة عند أداء التكاليف الشرعية. إنسان يريد أن يصلي
وحصل عليه في صلاته شدة وجهد وتعب، هذه تسمى مشقة عند أداء هذه التكاليف. والتيسير في اللغة، المشقة تجلب التيسير، تجلب يعني تأتي بالتيسير. التيسير ما هو في اللغة؟ التيسير من اليسر ضد العسر، واليسر أي التسهيل والتخفيف، واليسير بمعنى السهل والخفيف، يسمى يسر ويسير. والمعنى الإجمالي للقاعدة، المعنى الإجمالي للقاعدة أن الصعوبة والعناء والشدة، أن الصعوبة والعناء والشدة التي يجدها المكلف في تنفيذ أحكام الشرع أو في تنفيذ الحكم الشرعي تصير، أي هذه المشقة وهذه الجهد تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه. المشقة والجهد والعناء الذي يجده المكلف في تطبيق الحكم الشرعي، هذه المشقة تكون سببا للتسهيل والتخفيف عليه بوجه من الوجوه مما يكون في مقدور المكلف. يعني لا تستطيع أن تصلي قائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع يعني حصلت لك مشقة فصلي قاعدا. إذن القعود هذا تيسير من المشقة وهي الحاصلة في القيام، فهذا معنى القاعدة، وهي معنى الرخص التي تكون للإنسان في حال لو حصل له مشقة في تطبيقه لأحكام الشريعة. الإنسان في أحواله العامة لا بد أن يحصل عنده شيء من المشقة، طبعا المشقة سيأتي لها تفصيلات ما معناها، لكن الإنسان قد يقع له مشقة، فهناك مشقة تبرر له الانتقال من حال إلى حال أخرى أيسر له وأخف. فالمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة وهي من القواعد الكبرى، تندرج تحتها قواعد فرعية ويندرج تحتها مسائل كثيرة جدا. أدلة هذه القاعدة، ما الدليل على أن المشقة في الشريعة تجلب التيسير؟ الأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه أدلة، وما شابه هذا الدليل من الأدلة تدل على أن الله عز وجل ليس من مقاصد شرعه إيقاع الناس في العنت والمشقة والشدة، وإنما الله عز وجل يريد بالناس اليسر والسهولة. ولو كان في ظاهر العمل فيه نوع مشقة، لكن وراءه مقصود آخر يؤدي إلى السهولة واليسر على الناس. وقوله تعالى أيضا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ما يريد الله عز وجل بالحرج على الناس، فهذا كله تبين مقاصد الشارع سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، فالله لا يكلف بالمشقات. نعم قد يوجد في العبادة مشقة، لكنها المشقة المعتادة ليست هي المقصودة، وإنما المشقة المقصودة سيأتي لها بيان. وأيضا قوله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أنه ليس من مقاصد الشرع إيقاع العنت والمشقة الشديدة على الناس. أما من السنة فأيضا الأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، هناك أحاديث دلت في الحكم الشرعي فيها على أن المشقة تجلب التيسير، وهي أحاديث الرخص، هناك أحاديث كثيرة في باب الرخص، في الرخص السفر ورخص المرض ورخص الخوف وغيرها، فأحاديث جاءت الواردة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في السفر ويعني الجمع في حال السفر، وكذلك ما يتعلق بالمرض والخوف جاء فيها أحاديث تدل على الجمع ومثلا يعني الإفطار في حال المرض، أحاديث وآيات وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي في الصيام، هذه رخصة ويدل على أن المشقة تجلب التيسير.
ولا شك أن السفر مشقة، كما قال المسلم في الحديث الصحيح، السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. من الأدلة أيضا حديث عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. الحديث متفق عليه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، متفق عليه. ودليل الثالث حديث إن الله تجاوز عن أمتي، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه ابن ماجه وغيره. والحديث متكلم في إسناده لكن حسنه جمع من أهل العلم بمجموع طرقه، فهذا يدل على أن الله عز وجل لا يريد بالناس المشقة، فإذا حصلت أسباب توجب التخفيف فإن هذا من دفع المشقة على الناس. من الأسباب مثل النسيان والخطأ، هذه أسباب توجب التخفيف على الإنسان. فلو أخطأ الإنسان مثلا وأفطر شربه وناسي، فلو قلنا أعد هذه في مشقة على الناس، فهذا من التيسير له أن نقول لا تعيد لأن هذا خطأ. باختصار ذكروا أن المشقة على قسمين، وسنفصل هذين القسمين بإذن الله في الدرس القادم. المشقة التي توجب التيسير، أو المشقة على قسمين بالعموم. القسم الأول المشقة التي ورد فيها نص من الشارع ورخص فيها بالتيسير، هناك مشقات جاء فيها ترخيص من الشارع رخص فيها ووضع لها ضوابط، مثل قضية السفر والمرض إلى آخره. ومشقات لم يرد فيها نص من الشارع. نأتي إلى القسم الأول وهو المشقة التي ورد فيها نص من الشارع ورخص فيها بالتيسير، سواء جاء النص بتعيين سبب المشقة أو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة، بحيث يدور حكم التخفيف معها وجودا وعدما مع هذا السبب الذي ذكره الشارع. فهذه الصورة من المشقات، وهذا القسم من أنواع المشقات يجب العمل به وفق ما جاء به الشارع، لأن هذه المشقة ضبطها الشارع، فننضبط معها، ننضبط مع هذه المشقة ولا نتجاوزها إلا وفق ضوابط الشرع. والأسباب التي ضبطها الشارع والتي تحصل عندها المشقة وقام الدليل على أنها تجلب التيسير، حصرها العلماء في سبعة أسباب يسمونها أسباب التخفيف، والتي جاءت الرخص في الشرع بسببها، جاءت الرخص في الشرع بسببها. يعني العلماء لما استقرأوا الشريعة واستقرأوا الأدلة وجدوا أن الأسباب التي حصلت بسببها الرخص وهي مشاق جلبت التيسير سبعة أسباب، سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم مع التمثيل لها على سبيل الإيجاز، سنذكر هذه الأسباب بإذن الله في الدرس القادم. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.